التجربه. ايوه طيب دلوقتي في يعني في حالات كتيره هنتكلم عليها بالتفصيل، بس هنبتدي مثلا لو طفل وقع اتخبط مثلا خبطه جامده في راسه طبعا بعد الشر لا قدر الله، ازاي الام تتصرف تصرف سليم؟ لو هو بيبي ده بيحصل بعد الشر كتير انه يقع من السرير. اول حاجه الام تبص على البيبي وهو واقع تشوف ايديه ورجليه بيتحركوا كويس ولا لا. تمام؟ لو فيهم حاجه ما بتتحركش صح مش هتعرف تشيله. الشيله بيبقى ليها طريقه معينه او تطلب الاسعاف لو هتجيلها بسرعه. نمره 2 هتبص لاي سوائل بتخرج من الانف او من الاذن خصوصا لو سائل ابيض. دي تجري على الطوارئ. أبيض. لان دي خبطه في دماغه صعبه. سائل يعني أبيض مش دموع، مش ان هو بيعيط لا يعني لا ده ارتجاج قوي في المخ. سائل ابيض مش انه مش عشان كده انا باكد المعلومه دي او دم بعد الشر مش انه مخاط مثلا مطرح العياط، لا اصل الودن مش هيطلع منها غير السوائل الخطره. نمره 3 تبص حوالين العين في حاجه وارمه ولا لا. الخبطه الوارمه دي بتبتدي تزرق تورم مع الوقت والطفل بيصرخ صريخ غير طبيعي. نمره 3 تاكد بياخد نفسه مرتاح ولا لا، في تشنجات ولا لا. الترجيع بقى دي حاجه بناخد بالنا منها جدا. لو رجع ترجيع اندفاعي يعني نافوره مره واحده عمل وطلعت نافوره كده، او لو رجع كذا مره اكتر من مره، بس الام ما تلخبطهاش لانه ساعات الطفل بيبقى بيعيط فمن كتر العياط يا حبيبي بيقوم مثلا كان لسه رادع فيقوم رجع حاجه بسيطه. دي ما فيهاش حاجه. اي طفل تحت 6 شهور يتخبط حتى لو خبطه بسيطه في دماغه لازم اروح الطوارئ، مش دكتور الاطفال ولا استنى تاني يوم. لان الدماغ بتبقى ضعيفه جدا. لازم اروح يتعمل لي فحص على طول. الطفل اللي اكبر ويا ريت نتجنب بقى المشكله دي عشان خاطري، كل ام بتبقى مامنه السرير بمخدات ودي مهمه قوي. المخدات كلها بتقع من الترفيس بيبقوا فاكرين ان البيبي ما بيتقلبش غير بعدين لما يكبر، لا بيبقى بيعافر ويتقلب. اول مره بتعرف انه اتقلب لما بعد شهر بينزل من السرير. طب نعمل ايه طيب؟ هو فرش له في الارض. كلنا بنحط مخدات. لا احنا بنفرش في الارض للبيبي الحاف كده بنفرشه حتتين او بطانيه ونقعده عليه، ما بنحطوش في السرير عشان لما ياخد. طب ما هو لو وقع متهيألي الحافه هتمتص الصدمه يعني هو اعتقد. لا ده صغير قوي احنا بنحطه على الحافه او البطانيه. انا بقول من الخبره. لا دي هسكت انا هسكت. اتفضلي يا فندم. الامهات هيستمتعوا ويحسوا انهم اكثر خبره بكتير من حضرتك بتقوله. فا او ما بنحطش، لا بنحط طبعا على سرير البيبي. واللي ما عندهاش امكانيات تحط في سرير بيبي بتجيب كاريكات اللي هي اللي هو السرير البيبي اللي هو بتكون شيلت البيبي اللي عندها اصلا تحط فيه البيبي. ربنا يحفظه يا رب.